طيب، يقول هل هناك فرق بين قص الحاجب والنمص؟ النمص هو إزالة الحاجب، طيب، وذكر البعض النمص هو حف الحاجب. لكن الآن لو تكلمنا عن شعر الإبط مثلا، نتف الإبط، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، ويقول قص الشاربي ونتف الإبط وحلق العانة، هذه من الفطرة. الآن قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتف الإبط حلق العانة. لو أن إنسان عكسها، نتف العانة وحلق الإبط، الآن أنا أنتم الآن الموجودون الآن، من منكم ينتف إبطه؟ الذي ينتف الإبط الآن يرفع يده، واحد، اثنان، طيب، الذي يحلق الإبط حلقا يرفع يده، طيب، الذي يقص الإبط بالمقص يرفع يده، طيب ماشي، ما الضحك، بس قصدي إيش؟ قصدي الآن هي القضية، النتف ليس مقصودا لذاته، المقصود إزالة الشعر، إزالة شعر الإبط بالنتف أو بالحلق أو بالقص، وكذا الأمر بالنسبة لشعر العانة، بالحلق أو بالنتف أو بالقص أو بال، الحين يحطون إيش؟ دهون معينة، نير أو كذا، ها؟ طيب، يزيل الشعر، هو المقصود إزالة الشعر. فهل نقول مثلا الذي يحلق الإبط لم يطبق السنة؟ السنة هي النتف، لابد من النتف؟ لا أبدا. كذلك الحاجب، ليس المقصود هو نتف الحاجب هو الممنوع، وإنما الممنوع هو أخذ شيء من الحاجب، سواء بالقص أو النط أو النتف أو الحلق أو غير ذلك من الأمور، كل هذا ممنوع. فلا فرق بين القص وبين النتف وبين الحف بالنسبة للحاجب.